مشواري بدأ في البداية وأنا عمري 16 سنة تزوجت. الفترة هذه كانت بالنسبة لي يعني تجربة صعبة. عرفت كيف يعني أدير عمري، أدير حياتي، أدير بيتي، أسرتي. فلما جت البنت البكر استصعبت الوضع وحسيت أن الوضع غريب علي. حسيت أني ناضجة خلاص، كبرت مع أني أنا صغيرة، وقلت أنا أم خلاص، أنا حين كبرت ولازم أتحمل المسؤولية، ولازم هذه يعني إنسانة مش لعبة مش صورة. يعني ما كملت 20 سنة إلا أنا الحمد لله عندي تقريبا 4 أبناء. يعني هي مش بس أمي، هي صديقتي، هي كاتمة أسراري، هي هي حياتي كلها، هي دنيتي كلها. الله يعطيها الصحة والعافية إن شاء الله يا رب، من دونها أنا مو أسوأ أي شيء. قصة حياة ملهمة لأمومة مبكرة، معطوفة على تجربة مرة مع مرض السرطان ونجاح وظيفي خاص، جعلتها بعيون أهلها وأبنائها وكل من عرفها المرأة الخارقة. أبوي الله يرحمه هو دايما كل من أسير له يعني على أساس أني أشتكي له، كان دايما يقول لي أنت امرأة سوبر. هاي الكلمة أسمعها من زمان، أنت سوبر وومن، لازم تكون قوية. لما اشتغلت خلاص شفت المسؤولية كبرت علي، وأنا ما زلت ما تعديت 20 سنة. عندي 3 الأولاد، 4 الأولاد مع البنت، إنزين، وعندي العمل وعندي البيت الكبير أنا أديره بروحي. حتى كنت أفكر أنا لو الله لا قدر صار لي شيء كيف هذا العيال بيديرون أمورهم؟ أبوهم ما يلك في الأسبوع مرة، لكن بدوني أنا ما يقدرون خلاص. مع أني أنا متزوجة وكبرت وعندي عيال، بس بعدني ألجأ لها، ما أقدر يعني في كل صغيرة وكبيرة ألجأ لها. النقيب مريم الرميثي، المرأة التي دخلت سلك الجيش في عمر 17 وتخرجت منه بدبلوم الخدمات الطبية، ثم انتقلت إلى الشرطة حيث رقيت إلى رتبة مدير فرع خدمات طبية مساعدة في العين. في سنة 2004 التحقت بدورة ترفيه في مجال عملي، وتخرجت على آخر السنة. آخر سنة 2005 أصبت طبعا بمرض خبيث، وطبعا في البداية كانت التلقي للخبر كان وايد صعب جدا جدا جدا. فالحمد لله عيالي ما في البداية ما قلت لهم طبعا، أنا لين ما خلصت العلاج، إلا البنت الكبيرة عرفت بالقصة فمشت معاي مسكينة، كانت تتابع حالتي وايد وكانت معاي في كل جلسات. الحمد لله رب العالمين، كان عندها إرادة قوية لما اكتشفت المرض اللي فيها، كنت أنا معاها الحمد لله. بس الإنسان لما يكون تعبان يحتاج أي حد يكون معاه. طبعاً بدعم من أبو العيال، يعني وقف معاي وقفة، لأنه رفيق عمر طبعاً لازم، كان واقف معايا ودايماً كان محسسني أني أنا بعدني قوية. أما بالنسبة للعمل كانوا مسؤوليني أبداً نفس الشيء، ما حسسوني أني أنا مريضة، ما حسسوني أني أنا فيني نقص، ما حسسوني أني أنا ما أقدر أنتج. فطبعاً نيت البيت وخططت أنا كيف شو أعمل. نسيت المرض نسي نهائي، نسيته، خليت أن خلاص وقت المرض بعد ثلاث أسابيع أنا عندي موعد جلسة أروح أخذها، موعد جلسة كيماوي أروح أخذ الجلسة الكيماوي وأرد. يومي 3 أيام تنزل عندي المناعة، أتعب صح، زين أسبوع أرد أواصل العمل وأواصل في بيتي. أنا امرأة يعني أنا الحمد لله حرمة، ما أقول قوية يعني، لكن أنا طموحة يعني أحب الحياة. صح كانت مرحلة العلاج وايد صعبة جدا، قاسية جدا. يعني فترة الكيماوي هذه الله يكفينا الشر، يعني فعلا الله يكفينا شرها، لكن خلاص واقع. بالقوة الصامتة نفسها التي واجهت بها مريم السرطان تواجه الحياة كلها، فهي لا تتباكى على مرضها
ولا تجعل نفسها ضحية الحياة والقدر، وإنما تجعل الحياة احتفالاً دائماً بأمومتها، بالحب الذي تحتوي فيه أبناءها وأحفادها وحتى والديها. أول ما أرجع من العمل الساعة 2:30 لازم أجلس مع الأولاد عيالي، خاصة الصغارية اللي عندي في البيت أحفادي، لازم يعني أسمع صوتهم، أشوفهم، أحضنهم، أشلهم، خاصة أحس خلاص الدنيا تلا بخير. أحس أن الهم كل هم العمل وهم الدنيا وهم المرض وهم هذا كله يروح، سبحان الله. والله أجمل لحظة كانت في حياتي وما زلت يعني أنتظرها، يعني نجاح لعيال. أصعب لحظة في حياتي كانت وفراق أخوي خليفة الله يرحمه، لما سمعت أنه توفى. وثانيا طبعا أصعب لحظة لما أسمع أن أمي مريضة، يعني أحس أن الدنيا انتهت. يعني الأم شيء مش يعني ما يتعوض أبدا 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 في الدنيا. يعني إحنا جنتنا ونارنا الأم، إحنا ندخل الجنة برضى الوالدين، إذا أمي رضت عني خلاص.